احنا سعداء بيك، وده مكانك حضرتك، دي مش اول مرة تنورنا. ويمكن الاتحاد كمان حديث العهد، تأسس 2020، لكن واول شغل ليه كان 2021، لكن في فترة صغيرة قدرتوا تحققوا نجاحات يعني مقبولة جدا وجيدة جدا. خلينا نبدأ من النقطة دي يا فندم، بعد كده تمام. نتكلم في تفاصيل. يعني هو من حسن حظنا يعني الاتحاد الحمد لله أشهر بقرار 159 لسنة 2020 بإشهار الاتحاد المصري للمواي تاي، قرار وزارة الشباب والرياضة برئاسة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي. كان من القرارات الصائبة اللي ودت رياضة الفنون القتالية المختلطة ورياضة المواي تاي في حتة تانية. الاتحاد رياضة المواي تاي في خدت الاعتراف الأولمبي في الدورة اللي فاتت إنها أدرجت. أبناء المواي تاي وأبناء اللعبة وقاعدة اللعبة قدروا يثبتوا في السنين الماضية دي إن هم قدر المسؤولية، وقدروا إن هم يتوجوا على أعلى المنصات العالمية، منصات بطولة العالم، منصات البطولات العربية، بطولات الإفريقية. كانت مصر موجودة بقوة. كلام محترم جدا. طيب ده بالنسبة للاتحاد، بالنسبة بقى يعني كابتن محمد نفسه، خلينا نعرف عن حضرتك أكتر. يعني كنت رياضي سابق، برضو أنك تبقى أول رئيس اتحاد، يعني دي أول خلينا نقول أول لجنة تشكل، أول بالظبط. اتحاد يعني. فكلمنا أكتر، وإزاي لما تم تعيين حضرتك أو اختيارك، برضو المسؤولية أكيد كبيرة. الحمد لله. يعني هو أنا محمد إبراهيم، جيت من خلفية رياضية، جيت ممارس لألعاب الدفاع عن النفس، تعلمت فنون رياضة المواي تاي كتدريب وتحكيم وتنظيم في هولندا على يد خبراء في اللعبة. تدرجت في المستوى الرياضة كحكم دولي قبل تأسيس الاتحاد المصري، وحكم احترافي. هي كنت لاعب لاعب وبعد كده حكم. انتقلت درجة درجة. كانت رياضة المواي تاي موجودة في مصر، تشرفت بتأسيسها من قبل تأسيس الاتحاد، والعمل معها على إشهارها وتقديم الملف للجنة الأولمبية ومن بعدها وزارة الشباب والرياضة في الخطوات الرسمية الواجبة عشان إشهار الاتحادات. وقدرنا الحمد لله إن احنا نحصل على الإشهار سنة 2020. حلو جدا. طيب ده الاشهار، ازاي بقى انتشرته الانتشار؟ يعني فعلا زي ما حضرتك قلت، هي لعبه جديده لكن انتشرت بسرعه، زي البادل مثلا. البادل في مصر برضو انتشر بسرعه، رغم ان هي حاجه في ثقافتنا مش قديمه. يعني ازاي انتشرته؟ في تنسيق مع جامعات، مع المدارس، يعني الاقبال كمان من قبل الولاد او البنات اكتر؟ خلينا نعرف. هو خدمنا يا فندم ان احنا اصلا كنا جايين من خلفيات قتاليه من العاب دفاع عن النفس، فقدرنا ننتشر ما بين الزملاء اللي كانوا بيمارسوا معانا الرياضه دي قبل ما يكون اتحاد. ان احنا كان بالفعل كان في انشطه موجوده قبل ما الاتحاد كان موجود. نظمنا العديد من المهرجانات، نظمنا العديد من البطولات، حتى نظمنا بطولات دوليه قبل ما يكون الاتحاد موجود. ان شرط من شروط الاتحاد الدولي انك انت تحصل على عضويه الاتحاد الدولي انك تكون شاركت وانك تكون عندك انشطه. فكل المراحل دي احنا قمنا بيها في مرحله التاسيس. فانتقلنا، نظمنا في شرم الشيخ، نظمنا في الغردقه، نظمنا في اسماعيليه، نظمنا في اسكندريه، لفينا جامد عشان نشهر ده. كمان اجراءات التاسيس انك تقنع وزاره الشباب والرياضه ان هي تشهر لعبه كان ملف دسم جدا، والوزاره بالفعل وافقت على الاشهار نظرا ان الملف اللي كان موجود كان مكتمل. وإشهار اتحاد وطني ماهوش موضوع سهل، ده موضوع صعب. أكيد ده فيه بيقعدوا سنين طويلة جدا. إحنا بالفعل إحنا قعدنا 10 سنين عشان نكمل الملف. الله، ليه؟ إيه اللي كان فاضل في الملف 10 سنين؟ هو يا فندم الملف رقم غير وزارة الشباب والرياضة لازم تتأكد إن الاتحاد المقدم ده عنده كل الشرعيات الدولية. يعني اللعبة دي يكون عندها شرعات كل الاعترافات الدولية، عضو في اللجنة الأولمبية الدولية. 10 سنين بيتأكدوا؟ لا، هو مش التقسيط، ما كانش اكتمال الورق ذات نفسه، وانك انت تحصل على عشان تحصل على الموافقات لازم تكون مسدد الاشتراكات للاتحاد الدولي، واقنعت الاتحاد الدولي انك فعلا هتشهر الاتحاد، وقمت بالمشاركه بلاعبين في بطولاتهم. فاحنا خد مننا الموضوع قدمنا كتير قوي برضو 10 سنين، مش هقول 10 شهور، ماشي 10 سنين يعني. احنا لما قدمنا الملف خد سنه، طيب لكن احنا 9 سنين بنحضر في الملف. طب الحمد لله، المهم ان نتاسس. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا عندنا كده كام لاعب ولاعيبه تقريبا في الاتحاد؟ حوالي 1500 لاعب ولاعيبه.
1500. حلوة جدا. كم بطولة شاركنا فيها حتى هذه اللحظة؟ احنا السنة اللي فاتت الحمد لله شاركنا في حوالي 6 بطولات. وكنا من اكتر الاتحادات اللي سافرت وشاركت. ومن ال6 بطولات اللي احرز الذهبية، انا عارفة ان السيدات اكتر. احنا عندنا نتائج مشرفة، اولادنا وبناتنا قدروا ان هم يتواجوا على اعلى المنصات العالمية، وعندنا ذهبيات عالم برغم ان احنا اتحاد حديث العهد.